فريق نجم مقرى الذي يقترب من فرق مقدمة استقبله فريق مولودية سعيدة الذي يحقق نتائج تميل إلى الإيجاب من جولة إلى أخرى. وبداية اللقاء بالتوازن في الفرص المتاحة ابتدأها لاعب الفريق المحلي حميدي بالعيد بالتسديد ليرد عليه اللاعب المخضرم حميدي بتنفيذ كرة ثابتة قوية تصدى لها الحارس سفيون بطريقة موفقة. غياب الانسجام الكروي بين عناصر المدرب سبع فوت عليها عدة فرص والتي كانت تفتقر أيضا للفعالية على مستوى منطقة العمليات، منها رأسية تشويخي في الدقيقة 26 والسياحي في الدقيقة ما قبل الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى كما بدأ دون تغيير في النتيجة. مع بداية المرحلة الثانية دخل اللاعب حميد الشيخ مكان اللاعب شويخي لتنشيط الهجوم الذي تولاه اللاعب عبدي بهذه الكرة التي مرت فوق الإطار للحارس الشلالي. رفاق اللاعب بالح هددوا مرمى الحارس سفيون أكثر من مرة وفشلوا في التفوق رغم الوضعية الجيدة للتسجيل في صورة اللاعب حميد الذي واجهه تمركز الحارس سفيون في المكان المناسب. مولودية سعيدة حاولت صنع الفارق بمحاولة اللاعب حميدي غير أن حارس الفريق الزائر كان بالمرصاد، إلى أن حلت الدقيقة 84 والتي توغل خلالها اللاعب حميدي الشيخ داخل منطقة العمليات واستفادته من ضربة جزاء حولها بنجاح إلى هدف أراح به الأنصار. وما دام ان هدفا واحدا لا تؤتمن نتيجته فقد حاول رفاق اللاعب دمان اكرم تغيير النتيجه وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الذي سمح للزوار بالظفر بنقطه واحده في مقابله كانت نهايتها التعادل المنطقي بين مولودية سعيده ونجم مقرى. التقرير